هو طبعا زي ما حضرتك عارفه، هو النهارده يوم الاحد بيبدا معانا كشافات عاليه، تقريبا هو اول الاسبوع المروري، فبيبدا معانا بعض الكشافات العاليه. عندنا كشافات اعلى كوبري اكتوبر، اعلى معقد ورشه المعلقه، وايضا اعلى رمسيس. بالنسبه لطريق الاستراد الى حد ما بعض الكثافات القادمه من حلوان اتجاه القاهره حتى اسفل الدائري، ما بعد اسفل الدائري الحاله المروريه بتبقى جيده الى حد ما، وحتى مناطق مدينه نصر. بالنسبه لمناطق صلاح سالم الحمد لله حتى الان بالنسبه لنفح الازهر في الاتجاهين يعمل بصوره جيده، وحتى مناطق اسفل كوبري اكتوبر مناطق تقاطعات العروبه، عقب ذلك بعض الكثافات البسيطه امام الجهاز المركزي للمحاسبات وحتى نفح الثوره. بالنسبه لمناطق محور 26 يوليو الحمد لله الكثافات الصحراويه بينتهت تماما، الحاله المروريه فيه ذهابا وايابا لمدينه الصور تعمل بصوره جيده جدا، لو فقط كان عندنا اخطار وجود حادث تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي اعلن هي المتجهه للبنان، ودي تم الانتهاء منها تمام الحمد لله، والان ليس لها تاثير على الطريق. بالنسبه لمناطق الطريق الدائري كان عندنا كثافات الفتره الصباحيه المعتاده بنفق السلام، ودي الحمد لله انتهت بشكل كبير. بالنسبه لمناطق اعلى النيل ايضا الكثافات اللي كانت موجوده فيه تحسنت بشكل كبير جدا. كان عندنا اخطار اخر بالنسبه لمناطق الطريق الزراعي، كان منزل عند توخ القادم من مناطق مش كده؟ طوخي فندم اللي القادم من مناطق اسكندريه اتجاه القاهره، كان انقلاب سياره نقل محمله بالسن، ودي الحمد لله تم رفعها. هي كانت اثرت طبعا في الحاله المروريه بنفس المكان، ولكن دي تم رفعها حوالي الساعه 7 الصبح، ودلوقتي الحاله المروريه حسيت بشكل كبير جدا وهننتهي منها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. بالنسبه لباقي الكثافات المعتاده في مدخل القاهره من الطريق الزراعي دي تم السيطره عليها والانتهاء منها. بالنسبه لكثافات اسكندريه الصحراوي امام القريه الذكيه ايضا الحمد لله انتهينا منها، والحاله جيده جدا. ما عندناش اي اختلاط اخرى بالنسبه لاي حادث او اي معوقات الحمد لله. ان شاء الله ان اليوم يستمر بدون محاولة.